أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في انتهاء الاعتكاف؟ هل يكون الانتهاء فيه ليلة العيد أو آخر ليلة من ليالي رمضان؟ وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد غروب الشمس في أول ليلة من ليالي العشر بعد غروب الشمس، وكان يخرج لصلاة العيد، كان يخرج من معتكفه لصلاة العيد.